بسم الله الرحمن الرحيم. كلينيكال ابروتش، بنتكلم اليوم. اول عنوان عندنا هو الابروتش تو ا كيس اوف تشست بين. ما هي القضيه الاساسيه؟ ما هي القضيه الاساسيه؟ القضيه الاساسيه ان احنا بنتكلم في الكارديولوجي. طيب، موضع التشست بين فين في الكارديولوجي؟ اسمه في خط النص، يسبقه ثلاثه ويتلوه ثلاثة. كلام واضح اهو. يعني انا دالحين عندي مريض عنده تشيست بين، كيف اكمل الهيستوري؟ اول شيء اسوي اناليسز للتشيست بين زي ما هتكلم بعد شوي. اناليسز تشيست بين. طب وبعد كده تكمل السيمتوماتولوجي للكارديولوجي اللي هو عبارة عن كم نقطة؟ 9 نقاط. أول ثلاثة إيش اسمهم؟ الله يسلمكم، اسمهم ثلاثة بحرف السين. لا مجال للخطأ يا شباب، دخلت على مريض عنده تشيس بين تعمل أناليسز للتشيس بين، لكن لازم تكون عارف موقعه فين في الكارديولوجي. النص ما بين ثلاثة وثلاثة. أول ثلاثة اسمهم ثلاثة بحرف السين، كونجستيف بالمونري سيمتومز. هي اسمها بالمونري كونجستيف، أوكي. low cardiac output symptoms, congestive systemic venous system. هذا الكلام مهم للفهم. ما هو الفهم؟ ان الهارت عشان يتدلع يسموه ثلاثة واستك. وش ثلاثة واستك؟ الله يسلمكم، pericardium ومايو واندو. أهم نقطة هي خط النص المايوكارديوم. طب ما ترسم رسمة كده. هذا هو المايوكارديوم، ولكن المايوكارديوم عنوانين، مايوكارديوم يسار خاص بالليفت فنتركل، ومايوكارديوم يمين خاص بالرايت فنتركل. طيب وش السالفة؟ قالوا أصلا الله يسلمك وظيفة المايوكارديوم كلمة واحدة تكفي، هي pumping of the blood. إذا فشل المايوكارديوم في أداء هذه الوظيفة ينتج سيمتوم خطير اسمه low cardiac output symptom. أهو يبقى سواء right أو left side low cardiac output symptom. لما يفشل left side يترك البلد وين؟ في اللنج، تحتقن اللنج، يسموه كده pulmonary congestive symptoms. والرايت سايد لما يخرب يقولوا ما أردم المربوط إلا المنفلت، وجيت أنت اكتملت السلف. الله يسلمك. لما الرايت سايد يحتقن يترك الدم في اللي قبله فينتج سيستميك فينوس كونجستيف سيمتومز. فهمنا الثلاثة؟ عنوان واحد لللو كاردياك اوتبوت سينكوبي. أنت تقول لي لايت هيدك بليرد فيجن، خد راحتك. بالمونري فينوس كونجستيف سيمتومز كلمة واحدة، ديزنيا. لكن الطالب الشاطر عارف ان باقي كاف وهيموبتسيس. سيستميك فينوس كونجستيف سيمتومز كلمه واحده، لور لمب سويلنج. ما دلاله هذا الكلام؟ جالي مريض تشيس بين، جاني مريض عنده تشيس بين الله يسلمكم، فانا اكيد هسوي اناليسيز للتشيس بين. طب وبعد كده اكمل باقي الكاردياك سيمتومز اللي اولهم ثلاثه، low cardiac output و pulmonary venous congestive symptoms ثم systemic venous congestion. التلاتة اللي يتلوا للتشيست بين الله يسلمكم، مين التلاتة اللي بعد للتشيست بين؟ من تحشيش اسمها كده embolic vegetation follow subacute. يعني ايش follow؟ يعني ask the patient about fever. شطار، ممتازين ممتازين. فيجيتيشن تسأل عن علامات الانفكتيف اندوكاردايتس، ثم الامبوليك مانيفستيشن. امبوليك مانيفستيشن يعني ايش؟ يعني جاله باراليسيس، بلايندنس. طبعا على ناحية واحدة نهتم بموضوع اليوم اللي هو التشيست بين. بالله عليكم اذا كان التشيست بين في الوسط فيسموه علامات البهوات، chest pain palpitation
بريشر مانيفستيشن. ان شاء الله وضحت الصوره. كل الكاردياك سيمتوماتولوجي عرفناهم ان نو تايم. تعال نروح للعنوان الاساسي اللي هو تشيست بين. انا عارف ان كل الطلاب حافظين كلمه سقراطس، ما يخالف، ما في مشكله، لكن الخلاف بيني وبينكم في توظيف الكلمه. فالتشيست بين في الاناليسز 10 نقاط. 10 نقاط، ما هم العشر نقاط؟ قال لك شوف، شركة الاتصالات السعودية اسمها الـ STC، سايت وتايم وكاركتر، مسبوقة بثلاثة ويتلوها ثلاثة، مسبوقة بالأونست والكورس والديوريشن. طب ومين بعدها؟ وات انكريز وات ديكريز والاسوسيشن، كده تسعة. سامع صوت من بعيد نداني. يقول له امال فين باقي العشره؟ يقول له لا تزعل علينا، الله يسلمك، هي السيفيريتي. اها، يعني بتسوي اناليسز للتشست بين من 10 نقاط. اونست وكورس وديوريشن في كلمه واحده. Patient is presented with a chest pain. Acute onset, progressive course of 10 days أو 2 days duration، على حسب يعني. وهذه الجملة لك أنت، زي عنوان من أجلك أنت. أمال التركيز فين؟ هنا، هنا الشغل كله. سايت وتايم يعني اللي تشيس بين كان يجلس، والكاركتر اوف تشيس بين. طيب تعال نشوف، أنا كطالب أندر جراديويت الابروتش المريض عنده تشيس بين هيمشي ازاي؟ شوف يا سيدي، بتسال العشر اسئله من خلال الديفرنشال دايجنوزس الاتي. ما هو الديفرنشال دايجنوزس؟ الموست كومن، وده سؤال في الاختبار، وات از ذا كومنست كوز اوف تشيس بين. يا ترى في حد يبغى يجاوب معايا ولا يكون الشرح وان واي بس؟ مين عايز يشاركني؟ شاطر، سامع صوتك، الله يسلمك. The commonest cause of chest pain is، ايوه برافو عليك، GIT. As ايش؟ gastroesophageal reflux. لكن يبقى في الاختبار، اي مريض في chest pain ال first initial investigation is ECG. هدول اول اثنين MCQ في الاختبار، الله يسلمكم. ال commonest cause GIT، اول اختبار نسويه اي سي جي. طب يا سيدي ما اتعلمنا الديفرنشال دايجنوس اللي احنا لازم نتعلمه كويس. فقال لك شوف، قال لك شوف، احنا قلنا اللي تشيس بين اسبابه يا اما كاردياك، يا اما بالمونري، يا اما جي اي تي، يا ماسكول سكيليتال، يا اما اذرز. ده الحين انا هعطيكم مسائل، بس خلينا بس في الأول في البداية كده. أول نقطة، ما هي الكاردياك كوزس؟ أكتب الأربعة الكبار. من هم الأربعة الكبار؟ الله يسلمك. Acute coronary syndrome 2، pulmonary embolism 3، acute dry pericarditis aortic dissection. هو الترتيب كده إذا ماست، يعني أنا ممكن أعكس الترتيب، أوصل لك رسالة خفية في صوت اسمه سامح خطوته قدامي. إيش خطوته هذه؟ ليش أنا كتبت الأكيوت كورونا سندروم مع البالمونري إمبوليزم والأورتيك دايسكشن مع البيريكاردايتس؟ لأن في الإم سي كيو أول اثنين ثرومبوليتيك إز أ ماست، اللي هو التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، يا سلام. لكن في البريكاردايتس والاورتيك دايسكشن التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور از كونترا انديكيتد. نروح للبالمونري كوزس، يا سلام يا سلام. من اجمل الكلام عن البالمونري كوزس ان كل البالمونري كلمه واحده، اسمهم كلهم بحرف البي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يا ترى العف البلورا ولا العف البارينكايما
زي الالفيولاي يعني، ها بارينكايما يعني الفيولاي، ولا العف البرونكاي، ولا العف البالمونري بلاد فيسل. حقا انها عائله البهوات كلها بحرف البي، مفيش مجال تغلط في الاختبار الله يسلمك. البلورا يعني بلوريزي، بارينكما يعني عف الالفيولاي. ايه العيب اللي في الالفيولاي يسبب تشيست بين معاك؟ بلوريزي نيمونيا حتى بحرف البي. برونكاي يسحب عليها بلاد فيسل بالمونري امبوليزم سي بي 4. في سبب في البلورا انا نسيته، نوموثوركس، حتى اللي نسيته بحرف البي اللي هو البلورا. على فكره بتحب الاثنين سوا، الميه والهواء، بتحب الفلويد بلورال فيوجن، بتحب الهواء نيوموثوركس. الجي اي تي كوزز يا اما اسوفجيال يا اما جاستريك كوزز. يا سلام، على مستوى الاسوفجس جاسترو اسوفجيال ريفلوكس ديزيز او اسوفجايتس او اسوفجيال تير. امال هنا مين؟ هنا مين؟ جاسترايتس او بيبتيك ألسر. ماسكولوسكيليتال يا شباب الله يسلمكم، هذا هو الاسترنوم اهو مرتبط بالرب. الربس صعب تلتصق بالاسترنوم عظم بعظم كده، ما ينفع. امال ايه المشكله يعني؟ تيجي انا مخدات بسيطه كده اسمها الكوستال كارتليج، بتلتهب عند بعض الناس يسموها كده كوستوكوندرايتس. الناس اللي بتحب الكلام اسمه تيدز سندرو. يا سيدي عليك، في اسباب اخرى، في سايكولوجيكال والهيربس زوستر. يبقى الكومن ايتيولوجي للتشيست بين في الاختبار اسمهم الاربعه الكبار، اسمهم الاربعه الكبار: كاردياك كوزس، اكيوت كورونري سندروم، بالمونري امبوليزم. اما الاسباب الثانيه، الاسباب الثانيه زي دراي بيريكارديتس وأورتك دايسكشن. ما هي الأهمية؟ إن أول اثنين مسموح بالتيشو بلازمينوجين أكتيفيتر، أما الاثنين التانيين ممنوع تيشو بلازمينوجين أكتيفيتر. بالمونري بحرف البي كلهم بهوات، ثم الجي اي تي از ا موست أو الكومنست كوز، ماسكولوسكيليتال ثم الأذرز. تعال نمشي من خلال الابروتش. يا ترى انا بتكلم بسرعه، اللي عنده اعتراض على السرعه يعرفني بس، يعلمني برساله او يكلم اللي يقدر عندكم يبعت لي رساله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ابروتش للتشيست بين. ادي بنب عنده تشيست بين اهو، نناقش مين الاول؟ الكاردياك كوزس، نناقش الكاردياك كوزس، وبعدين بالمونري وجي اي تي ان شورت، ثم الماسكولوسكيليتون. مين هم الكاردياك كوزس؟ في اكيوت كورونري سندروم، في بالمونري امبوليزم، في اكيوت دراي بيريكارديتس، في اورتيك دايسكشن. ما هو الابروتش؟ الابروتش لطالب البكالوريوس ثلاثة نقاط: history examination investigation. يا سلام، واحدة واحدة كده بالهداوة عشان نفهم الكلام بس. الأكيوت كورونري سيندروم أكيد أنتوا عارفين ان كلهم المين برزنتيشن فيهم تشيست بين. علامات اللي تشيست بين في الاكيوت كورونري سندروم ما هي؟ ايه المهم في العشر نقاط؟ ايه المهم في العشر نقاط؟ قال لك شوف، اهم نقطه فيهم السايت زي ما فكرتك، والتايم يعني ديوريشن، والكاركتر. شوف السايت سنترال تشيست بين، سنترال، تايم يعني ديوريشن، لا مطول، مور ذان 20 مينت، او بلغه الناس الدلوعه 20 مينت. ثم الكاركتر، شوف يا دكتور، بريشر لايك او
crushing chest pain أو distressing pain. لكن في الام سي كيو never يكون stitchy pain. Never يكون stitchy pain. Never. ممنوع. إن هنا بنتكلم على التكات عشان الاختبار الله يسلمك في أي مكان، هيئة سعودية اختبار في أي مكان. فاللي يهمني أنا بركز في الأكيوت كورونا سيندروم. مسألة يا سيدي، جالك مريض عنده 50 سنة بيشتكي من chest pain. أهم 3 نقاط سريعا في الطوارئ، مكانه فين يا عمي؟ سنترال. ديوريشن كام يا عمي؟ أكتر من 20 مينت. بريشر يا ابني أو كراشنج بين أو ديستريسنج بين. باقي لك كلمة واحدة بس، هيستوري أوف ذا ريسك فاكتورز، اللي اسمهم علاقات مشبوهة. سرابيت المول، إيش العلاقات المشبوهة؟ دايابيتيك، هايبر تنسيف، هايبر ليبيديميا، أوبيز، هايبر يوريسيميا. ممتازين. سامع صوت يقول لي البين يزيد مع الاكسرسايز. يا دكتور انا عارف والله ان انت مذاكر كويس، لكن هذا ما يسمى باسم التكات. ما يخالف انك هتكلم عن، ما يخالف ان انت هتتكلم عن وات انكريز وات ديكريز، 10 نقاط should be covered. لكن انا هنا اليوم عشان اوصل لك التكات فقط. examination نصيحة، no time for general exam. أمال اللوكال إكزام يا دكتور إيش تسوي يعني؟ قال لك لابد أن تسمع إلى كلمة سمر. من هي سمر الله يسلمك؟ ساوند وميرمر وبريكارديال رام. ساوند، الله 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 الله. شوف يا دكتور، الساوند عندنا فيرست وسكند دول أساس، والآدد 3 و4. حلو، في أشياء أخرى فيه بس ما تهمنا في هذا الموضوع. شوف يا سيدي، يهمك مين هنا عشان الـ MCQ؟ الـ Second Heart Sound عبارة عن مين؟ عبارة عن أورطة على الليفت سايد وبالمونري على الرايت سايد. مين بيفتح بدري ويقفل بدري؟ الأورطة، فيجي بدري. وبعدين مين؟ بالمونري. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث في الـ MI؟ بيحصل ان الكومن سايت للمايكارديال انفاركشن افكت الليفت فينتريكل، فيتاخر الاورطه فبالتبعيه البالمونر يجي الاول. وعشان كده بالمصري والله الجوالب نامت والانصاص جامد. اها، يعني البالمونر مسموع صوته قبل الاورطه. ايوه، هذا ما يسمى باسم بارادوكسيكال سبليتنج. يا سلام عليكم. طيب نروح لثلاثة وأربعة. إيه أربعة ده؟ شوف يا دكتور، الإتريوم ورع صغير والفنتريكل رجال كبير، ما عندنا ورعين الله يسلمك. عشان كده الإتريوم ليس له صوت. ليش؟ لأن الفنتريكل مريحه، ينزل الدم من الإتريوم على الفنتريكل بدون صوت، بدون صوت. اها، لما يحصل مايكارديال انفاركشن الليفت فنتريكل صار ستيف، لا يستطيع التمدد، فينزل الصوت من الاتريوم يخبط في الفنتريكل يعطي صوت، يسموه فورث هارت ساوند. الله الله، اسمه فورث هارت ساوند. عشان كده الاتريوم له، أرسل رابط التحضير ولا لا؟ والله ما أدري. السؤال هنا يا دكتور، السؤال هنا، إن الأتريوم ليس له صوت، غنى له عمرو دياب وقال كبر وبقاله صوت. هذا ما معناه؟ اسمه الله يرحم زمن السكوت. يبقى خلاصة القول في اللوكال إكزامينيشن، أسمع بارادوكسيكال سبليتنج للسكند هارت ساوند وأسمع إس 4. باقي نقطة واحدة فقط في الـ MI. كل هذا للثيوريتيكال للـ MCQ، أدي الأتريوم وهذا الفنتريكل. الأتريوم ممسوك من تحت، الصمام اللي هو الميترال، ممسوك بالبابيلاري مصل، نفس عملية الشمسية التي تقيك من الحر أو المطر.
ايه اللي بيحصل؟ الصمم يفتح لتحت ويقفل لفوق كده، ممنوع يتمدد جوه الاتريا. مين اللي ماسك؟ البابيلاري ماسل. لما يحصل اسكيميا للبابيلاري ماسل يقوم الاتريوم الميترال يقلب لفوق، اقوم اسمع ميترال ريجيرج، بح خلاص بح خلاص. يبقى الاكيوت كورونري سيندروم ثلاث كلمات بركز عليهم في الام سي كيو، سايت وتايم وكاركتر. في الاخير في تحشيشه، ما عليك، الكل بيقول لي طب ما تقول لي التحشيشه وامشي، اقول لا عيب عليك، نتعلم الاول. اما الاكزامينيشن سمر، في احسن من كده؟ يعني اس تي سي وسمر، والله انها دلع، الله يسلمك. اقول لك السيد كاظم يقول دلع، عيني دلع. ساوند ومرمر وبريكارديا الرب. سمعنا مين؟ بارادكسكال سبليتنج للسكند هارت ساوند، وسمعنا الاس 4 كبر وبقى له صوت، السيد عمرو دياب، ثم نسمع مايترال ريجيرش. اخيرا اكيوت كورونري سيندروم انفستيجيشن، كلمتين لا ثالث لهم، اي سي جي الله يسلمك وانزيمز. الاي سي جي ماذا يحدث؟ استيليفيشن في محاضره الاي سي جي اللي راحت، والكاردياك انزيمز مرتفعين اللي هم مين؟ تروبونين والسي كي ام بي. هنا في سؤال في الام سي كيو مهم للغايه، ما هو السؤال؟ لو جالك مريض في الطوارئ ودوكيومنتد انه عنده مايكارديال انفاركشن لان التروبونين عالي والاستي سيجمنت عاليه، دخل الهوسبيتال عمل كاردياك كاف، خف الالم وزي الفل، بعد خمسه ايام حصل له ري انفاركشن اجين، ري انفاركشن اجين، مين الانزيم اللي تطلبه؟ هو السي كي ام بي. في الري انفاركشن يا دكتور، في الري انفاركشن at the hospital setting، يعني مريض محجوز في المستشفى عنده مايكارديال انفاركشن وراح الالم وتعالج، التروبونين عشان يرجع للزيرو محتاج وقت او للنورمال ليفل يعني. طيب اكتب لي على الاكيوت كورونري سيندروم هنا يا دكتور، اكتب عليها امامي لانه سنترال تشيست بين من الامام. نروح للبالمونري امبوليزم، كلمه واحده. شوف يا دكتور، الجنازه حارة والبكاء مرة شديد، ولكن الله يسلمكم الميت، ما نستاهل، ما أقدر أقول الكلمة في 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 العموم كده، أكيد أنت عارفينها. تمام، الجنازة حارة والميت ما أدري إيش اسمه. ما معنى الجنازة حارة؟ يعني الهيستوري is maximum، هيستوري عنيفة، المريض presented with chest pain عنيف، يا سلام عليك. تركز على مين في التشيست بين، تركز على مين في التشيست بين، تركز على مين هنا في التشيست بين، تركز ان التشيست بين بلوريتيك، بلوريتيك يعني لاترال، فاكتب لي عشان خاطر اكتب عليه جانبي، هقول لك يعني دحين في التحشيشه. يبقى بلوريتيك تشيست بين يزيد مع النفس ويقل لما المريض يكتم نفسه. الله الله. النقطة الثانية في قيمة هذا الكلام، إن البيشنت بريزنتد وذ أكيوت ديزنيا، وممكن يكحكح شوية بلاد بلس أور ماينس يعني، بس هذا الماركت سيمتوماتولوجي يقابلها نو ساينز. يعني نو ساينز يعني إيش؟ تفحص التشست انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكالتيشن ما في شيء. أفأ طب وش أسوي يعني؟ قال لك شوف، قال لك شوف، يوضع سره في اضعف خلقه، عليك بالفيتالز، فتلاقي في المساله ان البولس تاكي، يا سلام، والنفس سريع تاكبنيا، والاكسجين سات قليل. لما تشوف هذه الساينز مع مريض السيمتوماتولوجي عنده عنيفه، اكتب جنبها قد يكون بالمونري امبوليزم. ممتازين ولادنا وبناتنا، ممتازين، هلا هلا. انفستيجيشن، انفستيجيشن، يا سلام على الانفستيجيشن. شوف يا دكتور، اللي ملوش كبير يشتري كبير. لما في الام سي كيو يا دكتور، when you suspect a case of pulmonary embolism what is the first initial investigation؟ يلا للي بيجاوب هيئه سعوديه. الفيرست انيشال انفستيجيشن في البالمونري امبوليزم ما هو؟
يا سلام، سامع أنا الصوت من بعيد، أنا هسكت إلين أسمع الجواب. تخيل، غير اللي في راسك، تشيست إكس راي. أي والله العظيم، عشان تكسكلود أندرلاينج نمونيا. حلو يا جميل، هنعمل إيه يا دكتور؟ قال لك شو الديفينيتيف انفستيجيشن، سي تي بالمونري أنجيوغرافي، لكن دي مكلفة على فكرة. فقالوا طيب عشان نقلل التكاليف نعمل حاجة اسمها ويلز كريتيريا، مش وقته، لو أكثر من 4 جو فور سي تي بالمونري أنجيوغرافي، لو أقل من 4 تسوي الدي دايمر، لو نيجاتيف قول له باي باي روح، لو بوزيتيف اعمل سي تي بالمونري أنجيوغرافي. بالمونري امبوليزم على فكرة في حالات كتير جدا بتموت وتكون اندر استيميتد واحنا ما نعرف لها تشخيص. للطالب يركز على الويلز كرايتيريا، الله يسلمك، هذا مهم للغايه. هل ممكن تسوي اي سي جي؟ سوي اي سي جي، ما يخالف، ما يخالف الاي سي جي، ما في مشكله. ليه كرايتيريا اسمها 1 2 3، هل مهمه للطالب؟ ابد. طيب اسمها اس كيو تي، لان في ناس بتقول لك ابي اعرف اس كيو تي يا سيدي، لكن المهم ان اسمع منك كلمه ويلز كريتيريا. طيب بالله عليك يا دكتور، بالله عليك، الاكيوت كورونري سيندروم امامي، والمونري امبوليزم الم جانبي، اورتك دايسكشن خلفي. الله عليك، خلفي يعني ايش؟ يعني شوف يا سيدي، البين انترسكابيلر، شوف السايت اهو، والكاركتر تيرنج بين، تقطيع، الله يسلمك. ما في انكريز ولا ديكريز، بس انت بتسال المريض 10 نقاط، هكرر للمره ال 50، هذا ابروتش للطالب اللي يقدر يجاوب سؤال في اي مكان. لكن في الكلينيكال تسال 10 نقاط، مين يفهمك ال 10 نقاط؟ هذا الدسكشن. يبقى البين انترسكابيولر خلفي وتيرنج بين، اها، في مريض هايبرتنسيف او ست تكون بريجننت عشان تضعف الول اوف ذا اورتا. الساينز يا دكتور قد لا يكون هناك، ولكن عشان الاختبار لما يحصل اد الارش اوف ذا اورتا ويحصل تير هنا، فتكفي السب كليفين على ناحيه، فتاتي الجمله المشهوره ان ايكوال بولس ان ايكوال بلاد بريشر. ممتاز ممتاز يا سيدي. رقم 2، الله يسلمك، رقم 2، المريض مشكشك، سيفير بين، مريض يعني مريض هايبرتنسيف، تلاقيه ضغطه عالي مره، بس عليك ولا الناحيتين يعني، وتلاقيه مشكشك، يلفت نظرك لايش؟ اورتك دايسكشن. وات از ذا فيرست انيشال انفستيجيشن في الام سي كيو؟ تشيست اكس راي يا حبيبي. الاورتا هو طالع كده بيطلع فين؟ في السوبرميدياستاينم. ايش السوبرميدياستاينم ده؟ اللي هو تحت الثيرويد جلاند، اللي هو خلف المانوبريم استرناي. لما يحصل تيرنج في الاورطه يقوم يوسع كده، يسموها في الام سي كيو وايد ميدياستاينم. يا سلام. لكن الشور انفستيجيشن او السبيسيفيك انك تسوي سي تي، الافضل اورتوجرافي، تحقن صبغه وتصور، تحقن صبغه وتصور. بالمناسبه اهم حاجه في الميديكال تريتمنت الفيرست انك ديكريز البلاد بريشر، بس بالهداوه، دراج اوف تشويس في الام سي كيو لابيتا لول، لابيتا، لابيتا ولا عليا، لابيك ولا عليا. يبقى خدنا لو التشيسبين امامي، لو جانبي، لو خلفي، نروح لأكيوت دراي بيريكارديتس. أكيوت دراي بيريكارديتس ما هو المهم فيها؟ برضو بتغطى 10 نقاط، بس من خلال الهيستوري تركز على الآتي، إنه سنتر للتشيس بين، برافو عليك، أمامي يعني، 2، آه والله، وجالك يوم اسمه ستيتشي بين، أيوة. وات إنكريز، يزيد في كل الأوضاع، حركة، نفس، أكل، أي شيء. يقل بس لما المريض يلين فورورد، لما المريض يلين فورورد يقل. اها طيب،
تسأل سؤال مهم يا دكتور، كان جاب لها upper respiratory tract infection ولا المريض يوريميك؟ وهذا مهم على فكرة، اليوريميا تساوي بيريكاردايتس، وده سؤال مهم. لو جالك مريض عنده رينال فيلير يوريوكريات عالية وعنده بيريكاردايتس، ده indication of dialysis. الله يسلمك. طب يا سيدي examination، اسمع، بريكارديال رب، احتكاك ما بين طبقتي البريكارديال، وكلمة واحدة هنا هشوف ST elevation. الST elevation هنا شكلها بيكون كده كوفد الفوق كده، مساوية حرف C، بس وين؟ في كل الليدز. طبعا كلكم في الواتس لما ترسل رساله لواحد تسوي له كده الوجه المبتسم يعني، فسموها سمايلنج فيس ان اول ليدز. ممكن الكاردياك انزيمز ترتفع هبابه، هبابه يعني شيء بسيط. ما عليك من العلم هذا، ما عليك من العلم، اسمع من عمه الخلاصه. الله يسلمك. الخلاصه، مريض عنده تشيس بين، يا ترى لو كاردياك اركز على اربعه، يا ترى انت امامي الله يسلمك يعني سنترال تشيست بين، يا اما اكيوت كورونري سيندروم، يا اما اكيوت دراي بيريكارديتس. لو على اللاترال اسبكت اخاف من بالمونري امبوليزم، لو خلفي اورتيك دايسكشن. وين الخلاصه؟ اهم نقطه هنا انه كراشنج بين اكتر من 20 مينت، في مريض هايبرتنسف ديابيتك مدري بيريكارديتس، ستيتشي بين في مريض من اثنين، يا ابر ريسبيرتري تراكت انفكشن، يا مريض عنده يوريميا، الله الله، بالمونري امبوليزم، سيمتوماتولوجي عنيف، تشيس بين وكف وديزني حتى للتحشيش بي سي دي، في مريض عنده هيستوري اوف دي في تي، نسيتها هذه، اورتيك دايسكشن، الم خلفي، في مريض هايبرتنسف والامور تيرنج. يلا نروح للموضوع الثاني. لو كانت القضيه سبب اللي تشيس بين بالمونري كوزز، البالمونري كوزز، اها قلنا بلوريزي كلهم بهوات، نيمونيا، الثالث نيوموثوركس، الرابع بالمونري امبوليزم ديسكاست بيفور. اذا لو انتم محتاجين ريست علموني مع الليدر بس، لكن لو الامور ماشيه كويس مستانسين نكمل. طيب بنفس الابروتش، رجاء الله يسلمكم، انت هتسال 10 نقاط، فادي الهيستوري اهو، examination، important investigation. يا دكتور كلمة بلورزي في الاختبار ليست تشخيص، هي علامة لشيء آخر، لكن first of all you have to document that the patient has pleurisy. إزاي بالهيستوري؟ إن عنده chest pain. حلو، ممتاز. ما هي الكاركتر of chest pain؟ زي أختها stitchy، برافو عليك. مكانه فين؟ lateral، أوعى تنسى كلمة الSTC. What increase the inspiration? What decrease the expiration? آسف. Stop breathing. المريض يوقف نفسه. آسف معلش. إذا كانت البلوريزي is a general diagnosis، ما هوش specific، فلابد أن تبحث عن السبب. ما هو السبب للبلوريزي؟ ميم الله يسلمك. ميم مشكيل. من هي ميمي؟ ميتابوليك از يوريميا مالجنسي انفكشن ويديوباثيك واخيرا اميون. ما معنى هذا الكلام يعني؟ يعني جالك مريض 40 years old male diabetic hypertensive عنده يوريا وكريات عاليين، يعني documented renal failure، وعنده lateral chest pain وستيتش ويزيد مع النفس ويقل لما المريض يوقف نفسه. What's your diagnosis؟ Pleurisy will underline cause uremia وهذا indication for dialysis.
examination pericardial acid pleural rub, investigation chest x-ray to exclude effusion. نيمونيا يا شباب، نيمونيا من الهيستوري. الله، تبدا النيمونيا بفيفر ثم نقول الفيفر is a general symptom، يبقى لازم تسال مالتي سيستم. فيفر وين هتروح؟ هتروح على التشست. كيف اعرف؟ بالعلم ولا بالتحشيش؟ خليك في التحشيش. تشست بين وكف وديزنيا. التشست بين بيكون سكندري للبلوريزي اهو. الكفة دي اهم كلمة. شوف يا دكتور، كل الطلبة تقول لي برودكتيف كف، اقول له انا اسف، برودكتيف كف يقع في النص. شوف يا دكتور، الباثولوجي الالفيلاي بتحتقن بس، فليس هناك ما يخرج مع الكف. يبقى في الاول المريض يقول لك ده الكف كان دراي يا دكتور. طب وبعد كده بيحصل اكيميليشن للفلويد هنا مع باس وصديد وكده، يكون برودكتيف كف. طيب ثم ديزنيا. يبقى النيمونيا presented by pleuritic chest pain. طيب local examination كلمة واحدة بس، signs of consolidation، يعني الالفيلاي مكفولة، فلما خبط أحصل dullness، ولما أسمع أسمع bronchial breathing، ولما الفلويد يحصل له liquefaction أقوم أسمع crepitus. أهم investigation طبعا chest x-ray. طبعا تسوي كل اللي أنت تبغاه، يعني CBC وSR وCRP ما يخالف يعني، لكن الاكس-ray مهم على فكرة. طيب نروح للنيوموثوركس. ما معنى كلمة نيوموثوركس؟ يعني تجمع للهواء في البلورال ساك ما بين تو لايرز. نكتب جنبها كده is an emergency case. ليش يا دكتور؟ شوف presented بأن بيحصل تير في البلورة ويدخل الهواء، يبقى المريض presented بagonizing chest pain طبعا على شكل pleurisy وtearing pain. رقم اثنين، رقم اثنين، لما تمتلئ البلورة بالهواء تضغط على الالفيلاي، المريض لا يستطيع النفس. اكيوت ديزنيا، بس انا سبت فراغ هنا، اكيوت اجونايزنج ديزنيا. طب وبعدين تفحص المريض يا دكتور، شور عنده سنترال ساينوزس. شوف يا دكتور، المريض اسمه يتحصله يا اما يركب القطار خلاص. الله يسلمك، سنترال ساينوزد، بس في تكه لما تخبط على التشست يا دكتور، مليان هواء وهواء اندر تنشن، تمبانيتك ريزونانس. اهم انفستيجيشن الاكس راي، تكتب كده هواء زياده على ناحيه واحده، لان الباثولوجي في ناحيه واحده. ما معنى كلمه هواء زياده؟ لون اللنج الله يسلمكم اسود وجواه خطوط بيضاء صغيره. يقوم في هواء في البلوره فيبان سواد زياده، يقوم يسموها كده جت بلاك اوباسيتي على ناحيه واحده. هذا التشست كوزس للتشست بين او البلمونري كوز للتشست بين. اهم واحده فيهم البلوريزي، مهمه، مهمه على فكره. مهم النيوموثوركس، ما هي اهميه النيوموثوركس؟ لان ديفرنشال من الاكيوت كورونري سندروم. نروح للجي اي تي كوزس، كلمتين وبس. جي اي تي كوزس، جاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز، يا بيبتيك ألسر. يلا البين ريتروسترنال، يبقى السايت يا دكتور. شوف التايم يزيد امتى؟ دايما مع الاكل، ولما المريض يلين فورورد، يلين باك اسف، مع النوم يعني، ويقل لما المريض يلين فورورد كده ومع الفوميتنج او اخذ انتاسيدز.
خلي بالك الجرد is a common problem، مهمة جدا. نوع البين burning pain، يقول لك أنا عندي حرقان يا دكتور، يزيد أما أكل خصوصا spicy food. وريتروسترنال تحت آخر اللي هي the external process، ويزيد لما أكل أشياء حارة، ويقل لما سوى vomiting أو أخذ antacids. طيب peptic ulcer، epigastric pain، قد يكون السبب العف في الاستومك، يا ما العف في الديودنم الله يسلمك. ما هو الفرق بينهما؟ هو البين دايما بيرنينج في الاثنين، لكن هنا في الاستومك دايما شورتلي افتر ميل، يعني اول ما الاكل يلامس المعده يجيله الالم. ايه اللي يريحه؟ الفوميتنج او ياخد انتاسيدز. هنا العكس، ياخد فتره شويه على ما يجيله الالم ويرتاح لما ياكل. عشان كده هذا المريض بيكون دبه دبه. هذا اللي انا ابى اشرحه في التشيست بين. طيب انا هستسمحكم بس اوقف التسجيل لين اسمع اي. بسم الله دكتور، بس في بعض المغامرات تبسيط المعلومات بشكل ابسط اكثر، يعني ما معنى